مصر بتمر بمحنة، أي غلطة صغيرة البلد كلها هتخرب. الدستور عندنا ما بيمنعش إن ست تكون رئيس جمهورية، لكن النظام يمنع. ما كنتش أتخيل إنها بالقوة دي وبالذكاء ده إنها تقدر تواجه وتخطط وتحارب وتكسب كمان. ما تضحكيش على نفسك يا مريم. خلاص تعبت من كتر الأسرار. كل اللي بيحصل هنا في القصر ناس لازم تعرف الحقيقة. يبدو أن هناك حالة من الطوارئ داخل القصر زي ما أكدت مصادرنا. هل هناك أزمة جديدة تتعلق بالرئيس؟ فين الشفافية؟ فين الشفافية؟ شكلها هتقلب على الكل. حضرتك هتعمل إيه؟ وصلت هنا علشان الناس انتخبتني انا. لا ما تقوليش انك انت لسه زعلان مني. انا عمري ما زعل منك. شهاد بجد؟ ازاي انا حلوه كده؟ وشك فوتوجينيك. اصل الحنيه ديت من صفات برج الرجب. اموت انا في برج الرجب. عيني على البلد كلها، مش هتبقى عيني على بيتي. هنا بتتقسم التقسيمه وكل واحد بياخد نصيبه. البنت دي شكلها حواراتها كتير يا شو. انت ناسي ان بنتك السبب في كل ده؟ انت كل اللي قهرك ان انا فلتت من تحت ايدي. بس خلي بالك من اللي حواليك، يحبوا يقصقصوا الريش. دلوقتي نفسك تعمل ايه؟ نفسي اخد لفه بالموتوسيكل ده. انت ايه اللي جابك هنا؟ انه فاق وقرر ما يسال عني ويقول لي انت بتعمل ايه وما بتعملش. اكيد لازم تتحرك. عايزه هي اللي تحكم. عايزه تسيطر. عايزين يسرقوا البلد ولا الكلب؟ انت بتتحديني؟ بس الحكومه لازم تبقى مدنيه. انانيه غبي. انا بحصل. لو عملت اللي انا بحلم بيه ووصلت له هيعيشوا طول عمرهم يسبحوا بحمدي.